إلى ذلك حددت الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب حزمة من المبادئ حول الموقف من الأزمة القطرية الناجمة عن دعم الدوحة للإرهاب والعمل مع إيران على زعزعة استقرار المنطقة خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في العاصمة المصرية القاهرة. لا يمكن أن تحل الأزمة مع قطر قبل أن تتخلى الدوحة عن سياستها الإرهابية والمقوضة لأمن المنطقة العربية برمتها. هذا فحوى ما أشارت إليه تصريحات وزراء الخارجية للدول الداعمة لمكافحة الإرهاب البحرين والسعودية والإمارات ومصر، وذلك من خلال 6 مبادئ أكدوا عليها خلال مؤتمرهم الصحفي عقب اجتماعهم في القاهرة حول التعامل مع الأزمة القطرية. وكان المبدأ الأول والأهم لهذه الدول هو الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة، أي أن تتخلى قطر عن موقفها في دعم الإرهاب وإيواء الإرهابيين على أراضيها. أما المبدأ الثاني فركز على إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحظ على الكراهية أو العنف، وهو ما لم تحترمه أداة الإعلام القطرية قناة الجزيرة التي دعمت الإرهاب وحرضت على التفرقة وإثارة الفوضى في بلدان الوطن العربي كافة. أما مبدأ الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية فهو مبدأ محوري في التعامل مع قطر بشكل عام، وهنا تكمن الإشكالية، فقد وقعت قطر على هذا الاتفاق الذي يهدف إلى وقف دعم الإرهاب بشكل عام ووقف دعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والتراجع عن قرارات تجنيس مواطنين من دول مجلس التعاون، ولكنها سرعان ما نكثته ولم تلتزم به دون أن تبين أدنى نية في حسن التعامل مع جيرانها وأشقائها. أما المبدأ الرابع فقد أكد على الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو عام 2017 والتي شاركت بها قطر على مضض، لكون ما نوقش في هذه القمة هو مكافحة الإرهاب وذلك ما لا يتناسب مع توجيهات النظام القطري. كما دار المبدأ الخامس حول الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ولقطر اليد الطولى في التدخل بشؤون الدول الداخلية في جميع الدول العربية ودعم كيانات خارجة عن القانون غالبيتها مصنفة على قوائم الإرهاب العالمية. وكان المبدأ السادس والأخير قد شدد على أن مسؤولية مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب هي مسؤولية جميع الدول بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. هذه المبادئ جاءت كخارطة طريق واضحة المعالم للتعامل مع دولة قطر ومن على شاكلتها من داعمي الإرهاب، فلا مكان للإرهاب بعد تطبيق هذه المبادئ إلا إذا سعت الدوحة
أن تخالفها وتدين بذلك نفسها بنفسها.